السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غنكمل معكم الخميره البلديه اللي صاوبنا. هذه الخميره البلديه اللي صاوبنا، شتي التفاعل ديالها من بعد 3 ايام النهار الرابع نعجنوا بها. دابا غنحيد دوك التمرات اللي لداخل وغنوريكم كيفاش غنستعملوها. غنحيدو هاد التمرات وهاد الخميره البلديه راه كاين بزاف الطرق، ماشي غير الطريقه، غير انا كنرتاح هاد الطريقه ديال التمر كتعجبني، هي اللي مداومه عليها. كاين اللي كيديرها باللبن، كاين اللي كيدير الزبيب، كاين اللي كيديرها المهم كتكون شي حاجه حلوه اولا حامضه، المهم شي حاجه طبيعيه. انا كتعجبني بالتمر. درنا ثلاثه التمرات، يعني خصني نحيد ثلاثه. انا ما كثرتش، درت غير كميه قليله باش ما تفايدش ليا، اما لا كثرتو راه تعمر ومازال من حد انت كتعجني بها وهي كتفاعل اكثر. دابا هاد التمرات غنحيدهم. ناخذ طاس ديال العجانه، انا كنعجن بيدي قليل فاش كنستعمل العجانه. هنا خديت القمح وفارينه، خديت جوج زلايف ديال القمح وجوج زلايف ديال الفارينه وزلافه ديال الفورس، وضروري يكونوا مغربلين. درنا هنا في الطاس ديال العجانه درنا كما قلنا القمح وفارينه وفورس، ولكن كيبقى كل واحد والقياس اللي كيستعمل. غنديروا خميره، ضروري من الخميره، اللي ما بغاش يدير الخميره بغى يدير خميره بلديه بوحده يكتفي بها، يدير كميه كثيره ويعجنها في الصباح ويخليها حتى للعشيه. ما درنا الخميره الوسط، اللي بغى يدير السكر يديرو، انا ما كنديروش. والملحه ما كنديرهاش مع فوق، ما كنديرش الملحه فوق الخميره، كندير خميره في جهه والملحه في جهه، لان الملحه ما كتخليش الخميره دغيا تفاعل. كما قلنا اللي بغى يدير السكر يدير معلقه صغيره. دابا غنضيف الخميره البلديه، انا كنكبها تقريبا كامله، كنكبها هكا كما شفتوا. غير هذاك الشيء اللي كيبقى لاصق في القاع لتحت اولا في الجناب هو اللي كنضيفو عليه الدقيق، وكتعاود تفاعل لينا ثاني الخميره البلديه من الاول وجديد. المهم نحطو هذا الخليط في العجانه، عاد نرجعو نكملو خميره كي غن بسم الله. نضيف الماء، نخلط بالمعلقه، ضروري نخلط نشوف القياس ديال الماء، عاد كنحبس. بسم الله. نكملوا العجينه في العجانه، واللي ما عندوش العجانه راه غير بيدو، انا راه اكثريه كنعجن غير بيدي قليل فاش كنستعمل العجانه. بسم الله. كنديروا الدوره الاولى من بعد كنزيدوا الثانيه، واحد 5 دقائق كنزيدوا الثانيه باش العجانه نحافظوا عليها. اخوينا قرعه من الخميره البلديه، شي كيبقى واحد الكميه قليله اللي كيبقى في القاع اولا في القرعه هو اللي كنضيف عليه الدقيق مره اخرى. بسم الله. ضفنا
زلافه ديال الدقيق كما قلنا، اللي بغى يدير كثر يدير. انا كيبالي غنزيد واحد شويه، درت الزلافه الاولى وزدت بحال قلتي زلافه ونص اولا جاي جوج زلايف، بغيت تكون عندي شويه كميه كثيره. دابا غنضيفو الماء وغنخلط هكا بالمعلقه وصل القهوه ملي بغيت، ديما بحال شكل العجين. بسم الله، ما نضيفوش الماء في ضغطه، نضيفو بشوي بشويه باش ما يطلقش لينا بزاف. دابا راه حيدنا التمر، التمر صافي بقى عندنا بيتا علاقه، صافي دابا غير هذاك الشويه ديال الخميره اللي كانت الاولى مع الطحين اللي غنزيدو صافي، وكنخليوها. وقاديه الحموضه بغيتوها حامضه اولا كاين اللي ما تيبغيش المذاق ديال الخميره مجهد، انه ملي كنستعملوها الا بغيتيها حامضه ما كتعجنيش يوميا، واحد 3 ايام 4 ايام كتجي حامضه. الا ما بغيتيهاش حامضه خاصك النهار اللي مثلا ما غتعجنيش خاصك تعجني يوميا، وفي حاله ما كنتيش غتعجني يوميا النهار اللي ما تعجنيش فيه انت غتحلي القرعه وتضيف واحد معلقه دقيق وشويه الماء، بحال هكا بحال هكا كتكذبي عليها، بحال هكا كتقول لها راني عجنت بك. كما تشوفوا معنا هكا كان كما قلت لك كنضيفوا الدقيق والماء فقط، وهذاك شويه اللي بقى ديال الخميره اللي بقى شويه كنزيدو عليه كنخلطوه مزيان بحال باغيين نعجنو بحال العجين عادي، ونغطيو عليه ونخليوه في واحد البلاصه بعيده، بعيده على الضو بعيده على الوليدات، لان قرعه الزاج ضروري نديرو الخميره في قرعه الزاج. وكما قلت لكم اللي بغاها حامضه كيعجن مده ما بين العجينه والعجينه كتكون فتره طويله كتفاعل اكثر وكتعطي حموضه اكثر. واللي بغى يعجن بها ومبغاش تكون الوليدات ما بغاوش البنه ديالها كتحاولي تعجني بها يوميا، وحنا كنعرفوا ان الاغلبيه ما كيعجنوش يوميا، يعني اش غنديروا غنضطروا في كل نهار، بحال انا اليوم عجنت غدا ما غاداش نعجن، غنجبدها وغناخذ واحد المعلقه ديال الطحين غنضيفها عليها على بال لي الخليط يعني جاري، نضيف ديك المعلقه الطحين ونخلطها ونخليها، بان لي ديك الخليط شويه عاقد وزد ديك المعلقه غنضيف عليها واحد جغيمه الماء، واخا من الروبيني كان دافي كان احسن، ما كانش غير من الروبيني نزيد ديك معلقه الماء يعني باش نوازنوا الخليط صافي، ونغطيها. يعني كنكذبوا على العجينه بحال على الخميره البلديه بحال كنقولوا راه حنا عجننا. هادشي اللي بغينا نوصلو، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. وقاديه العجينه راه كل مره الحمد لله كتعرف تعجن، يعني ما كاينلاش نكمل معكم بغيت غير نوريكم الطريقه اللي ما عارفش يعني مبتدئات يعرفوا. ديال النتيجه ديال العجينه اللي وريتكم قبيله ديال الخميره البلديه تبارك الله خرجت ليا، درت 6 الخبزات كل خبزه قداش ناي تبارك الله، كندير خبز كبير ما تيعجبنيش الصغير، بغيت نوريكم النتيجه تبارك الله كيجي رطب. كلينا قبيله خبزه بنينه بزاف كتجي مع كويس اتاي وزويزه بلديه، يا سلام. كنتمنى تجربوها تردوا عليا في التعاليق، وخصوصا في هذه الفتره اللي ملحقين على رمضان ان شاء الله مزيانه ندورو بها الحريره نديروها في البطبوط في الخبز، يعني مزيانه في كل دار خاصها تكون خميره بلديه. السلام عليكم، بغيت غير نوريكم العجينه. بسم الله، خميره البلديه اللي درنا من بعد ما عجننا، هادي الخميره الثانيه، يعني غير داكشي اللي شاط لينا في القاع، اللي شاط لينا في القاع هو اللي زدنا عليه الدقيق. شو تبارك الله كي ولات، ما تيبغيوش وليدات والخبز حامض بحال اللي عندي انا، البنات ما تيبغيوش الخبز يكون حامض بزاف، غنضيف عليه معلقه ديال الطحين، معلقه فقط، معلقه ولا جوج على حسب. دابا غادي نخلط، الا جاني الخليط باقي مطلوق ما غنضيفش الماء، الا بان لي الخليط بدا يتقال غنزيد شويه الماء، وانا كيبان لي باني ما غنحتاجش الماء. شتي بحال هكا صافي، غير باش نهبطو داك التفاعل اللي ديال الخميره اللي كاين غيهبط، باش عاوتاني تفاعل لينا غدا وديك الساعه نعجنو بها، ولا كنبقاو هكا كنضيفو معلقه بمعلقه، ضروري القرعه تكون كبيره. تخايكو كانت القرعه قد هكا وهي تفاعلات غيفايد لينا، ولكن ملي كتكون القرعه كبيره كتلقى فين كطلع وفين كتنفس، هادشي اللي بغيت نقول لكم.